في أربع عائلات رح يدخلوا معنا بالمزاد، آل تتر أوغلو وآل كاشكار، آل كارجاداغي وآل هزاربي وغيرهم. هدول هن الأكبر بابا. رح يربح اللي بيعطي العرض الأفضل. يا أخي خلينا نترك هالشغل بقى. عمي شو رأيك؟ نحن منقدر نساوي تحالف مع ناس تانيين وهيك أفضل إلنا. بنتي إذا لقيتي مجانين تانيين غيرنا يفوتوا بهالمزاد العلنية رح علق جاكيتي هنيك وامشي. ما شفناك عم تعلق جاكيتك هنيك من 5 سنين. حاضر يا ابني، رح اتركهم وامشي لشوف انت وبنتك كيف رح تديروا شغلكم. هلا وقت هروبك يا علي، يا اما بندخل هذا المشروع وبنكبر يا اما رح نخسر ونفلس. ماشي، فكري لي بالشغلة مرة تانية. حاضر عمي، رح الحقك بعد شوي. قم لي سيد أنور يا ابني. بابا أنا شفت الوضع المالي تبعنا ومو كتير منيح. أنور البخيل كسر لك عينك؟ لا، هاد مو كسر عين. تعرف إنه هالزلمة حريص ونحن بأي ضائقة مادية. إذا ربحنا هالصفقة رح تنحل كل مشاكلنا ورح نقدر نفوت المناقصة. شو بتقصد انه منقدر؟ يعني اذا اكتملت الشروط. دفتر الشروط معنا، اي شرط بتقصد؟ هالشغلات ما بتمشي بس بالشروط. المناقصة اللي عم تحكي عنها هي حرب قديمة، والعائلات الأربعة اللي قلتيهم هن الفرسان الأربعة المشهورين. دفتر الشروط هو قواعد الحرب، وما بيصير تسحبي السيف على المستسلم، وما بيصير تعذبي الأسير، وطريق النصر بهالمعركة الغش. بس هاد مجرد شغل، حرب شو؟ الحرب من أجل البقاء أحياء، يا بتاكليهن أنتي يا هن بياكلوكي. طمن بابا، نحن اللي رح ناكله. اللي بيصمد هو اللي رح ياكل، واللي بيوقع رح ياكلوه الذئاب، هذا القانون. حبيبي بابا. مستحيل حدا يقدر ياكلنا طالما انت على راسنا. رايحة لعند عمي. بابا لا تتركني.
لسه ما طلع المعلم مراد؟ لو كان طالع شو أنا عم ساوي هون؟ ليش عندك مكان تاني ترحله؟ أوف أوف، المعلم عم بيشوف هديك الكاسيتات. مو كاسيتات، دي في دي. ايه أنا بعرف إنه هيك اسمها يا فهمان، بس أنا كتير خايف إنه يصير شي لصحة المعلم. ليش الواحد فيه يشوف حادث اغتيال فعله مجهول؟ اغتيال فعله مجهول، اغتيال فعله مجهول لمدة 40 يوم. أوف. الحادي والثلاثون من شباط عام 90 اغتيل البروفيسور معمر أكسوي ومات نتيجة هجوم أمام منزله. الرابع والعشرون من شباط عام 93 الكاتب الباحث أوغور مومجي قتل بقنبلة انفجرت أمام منزله. السابع من أذار عام 90 المدير العام لنشر جيتين ديمج قتل داخل سيارته مع سائقه. الثاني من تموز عام 93 أحرق فندق في سيفاس وقتل 35 شخصا. السابع عشر من شباط عام 93 سقطت طائرة القائد العسكري أشرف بيتلس بسبب عطل فني. السابع عشر من نيسان عام 93 رئيس الجمهورية السابق تورغوت أوزال مات، وكان التصريح الرسمي أنه أصابته أزمة قلبية وهو يركض. في عام 88 نجا من الاغتيال بأعجوبة أثناء اجتماع حزبي. الخامس والعشرون من آب 2001 قتل رجل الأعمال عدير كاري في مقبرة أيوب سلطان بطعنة سكين. في العشرين من تشرين الأول 2003 تعرض محفلان يهوديان في اسطنبول وبنك اتش اس بي سي والسفارة الإنجليزية لهجمات تفجيرية بفاصل 5 أيام بين كل واحدة، وكان مجموع القتلى في العمليات الأربع 61 شخصا. في الحادي والعشرين من تشرين الثاني عام 99 البروفيسور لقد مر 40 يوما على وفاة رجل الأعمال المشهور جاك ريتوروس، والمشتبه بهما مأمون كون دوغدو وأرجان قرا سيخرجان أمام محكمتهم الأولى غدا. لقد أعلمتنا المصادر أن أرجان قرا يرفض الذهاب إلى المحكمة، وقال المسؤولون إن جريمة قتل توروس قد توقفت. هلا لقيت الدس اللي موجود عندهم؟ حضرة الرئيس، بعتذر على الإزعاج، بدي أحكي معك بموضوع مهم إذا كنت فاضي. هذا اللي رح يصير، وعلم على كلامي، هي القضية رح تتحول لإلنا بالأخير. نحن ما سوينا شيء. رح أبزق بمفهوم المناقصة اللي عندك. ليش الواحد فيه ياخذ نصيبه من الليبرالية الاقتصادية لهذا الحد؟ بقصد بالمناقصة أنه مين رح يقوم بحل القضية؟ شو رح نحل؟ القاتل معروف والجهة معروفة، الإرهاب الشيوعي. شو علاقته فيهم؟ لك لا تحكي على الفاضي. من أنت الجماعات اليسارية بيقتلوا رجال الأعمال بالكلاشينكوف وهن عم بينظفوا مجمعات؟ محمود امشي. أمرك معلم. لوين معلم؟ بدك ياني روح معك؟ بتتصلي بعبد الحي ومماتي وبتنطروني بالمكتب. حاضر معلم. مبروك عليكم، رجعوا الفرسان الثلاثة للساحة. رح احضر محكمة القاتل عمي. بنتي هدى، ما رح يجيكي غير وجع الراس صدقيني. لا تخلص الجلسة الاولى، رح نشوف شو رح يصير وبعدين بتروحي. بدي اسمع المحكمة وبدي أعرف شو هي مشكلته مع المرحوم أبي. رح تروحي لهنيك ورح تزعلي أكتر ورح تتعب أعصابك أكتر من هيك. هدول مجرمين مانو الناس عاديين لتسمعيهم. شو فيه يساوي إذا ما زعلت؟ بابا ما غلط بحق حدا. بدي أعرف شو اللي ساواه لحتى قتلوه بهالطريقة القاسية.
تفضلوا معلم. مساء الخير. تفضل يا بيك. اهلا وسهلا. مرحبا. كيفك؟ بخير؟ الحمد لله. شكرا لانك قبلت تشوفني بهالساعة. استغفر الله. قلت لي انه الامر مهم. من زمان عم فكر بالشغلات يلي بدي اقولها. مثل ما بتعرفوا كان بدي اتدخل بموضوع الارهاب باي شكل، بس ما سمحوا لي. مو لانهم ما سمحوا لك، الشروط ما توفرت. الموضوع اللي حبيت افوت فيه هو الموضوع الاهم اللي شغل هالارض من 13 سنه. انا برايي طولت هاي المشكله 13 سنه. لو انحلت بكره فاحسن تحليل صحيح له رح ياخذ نفس المده. الحقيقه ما عم اتخلى عن قضيتي ابدا، بس انا تربيت مشان اخدم هذا الوطن. ما عنا ادنى شك بهذا الشيء. انت ومؤسسه حمايه العامه كي جي تي انتو خدمتوا هالوطن ورح تستمروا بهذا الشيء. تعرف انه سبب محاربه هالبلاد للارهاب من 13 سنه نحن ما عم نتصارع مع بعض المجرمين العابرين، نحن عم نتجادل مع اللي اوجد الارهاب ومساندي الارهاب والمستفيدين منه كمان، ومع كل اللي بده يضاعف هالبلد. عندي رغبة يكون جوات هذا الصراع، مو مع الارهاب بس مع اللي وراه، ومو مع الارهابي، مع اللي اوجده ومع اللي عم يدعمه واللي عم يستغله. انا معك حتى النهاية. اللي كيف فيني ساعدك؟ من زمان كانت الدول تحتل بالجيوش والأسلحة، بس اللي صار اليوم انه الوضع اختلف كتير. حل محل القنابل والعدائية والجيوش المكلفة كتير، المستثمرين. فيك تفوت لقلب اي دولة بواسطة المستثمرين وتستولي على مواردها الوحدة ورا الثانية، وما راح تكون المحتل، راح تكون المنقذ. عمي بتعرف شي ما بعرفه انا؟ مثل شو يا بنتي؟ انت والمرحوم بابا كان عندكم شغل سري او شغلة سويتوها مع بعض؟ نحن عنا عداوة مع اي حدا؟ لا يا بنتي، ما قلنا اعمال سرية بالمرة. بلكي حدا طلب منكم من اللي تعاملتوا معهم شيء وانتوا ما عطيتوا اياه. لا يا بنتي، يعني مين وشو رح يطلبوا منا؟ انا بعرف كل يلي متعاملوا معنا وما في مثل هيك شيء، بس ما بعرف ليش هيك ولا شو. هدول اكيد هددوا المرحوم بابا من دون ما انت تعرف، خاصة بشي بيتعلق فيني. مثلا اذا ما عطيتنا هالكمية من المال فرح نخطف بنتك. لا، هدول اعداء النعمة، ما في داعي انهم يهددوا، لأنهم إذا هددوا كنا حططنا لهالشي وما أخذنا راحتنا هيك. معناها مين هدول وليش لحتى يقتلوا بابا؟ أخي كان رجل أعمال شريف بحب وطنه وشعبه، أكيد هلأ المجرمين مبسوطين على اللي سووه، بيفتخروا إنه إيديهم بتتاخد بدمه. أنا متأكد إنه الناس اللي استأجروا هذا القاتل هني أعداء الوطن والأمة. الزلمة عم يقول الحقيقة، ليش لساتنا عم نتنصت على هالعيلة؟ هي فقدوا واحد منهم لأنهم بفكروا مثلنا. الشرط الأول للتنصت، أنت ما بتساوي تحليل، تسمعوا بس. فحصت كل الحوادث الاجتماعية والاغتيالات كمان والجرائم الهامة غير معروفة الفاعل خلال العشرين سنة الأخيرة. كل واحدة من هدول غيرت مجرى شغل بهالبلاد. بالشهر اللي مضى انضمت حلقة جديدة لهالسلسلة، جاكري توروس. حسب أبحاثي كان صادق ونظيف، وكان رجل أعمال عنده اهتمام بمصالح هالبلد. أنت برأيك شو هي أسباب قتله؟ عم نحقق بهالشي.
أنا متأكد إنكم عم تحققوا. بظل الوضع الراهن ما فيه أي حدا يقنعني إنه هالجريمة ارتكبت من قبل تنظيم واحد وبس. لازم ننتبه لانتخابات رئاسة الجمهورية والاتحاد الأوروبي، المناقصات، ولازم ما نغض بصرنا عن الضائقة يلي حلت بجيراننا بالعراق وبإيران. طبعا هن بدهم يخلقوا الفوضى بتركيا، بس أنا ماني بوضع اللي بقدر أقول لك فيه إنه هذا قتل فلان وهداك سوى هالشغلة. من جهتكم بدي تعتبروا تحقيقي بالاغتيال من ضمن مهمات الكي جي تي. المؤسسة إلك والمهمة. بدي حقق مع القاتل. بس هذا الشيء مو من اختصاصك. هذا الشيء من اختصاصك أنت، وبتقدر تساعدني فيه. مستحيل. كتير مهم، ما بدي أكثر من نص ساعة. مراد على مدار، الزلمة بالسجن، بأي صفة رح دخلك لهنيك وخليك تحقق مع القاتل؟ إذا ما قدرت أنا أروح لعنده خلي هو يجي لعندي. والله ما بعرف يا أخي، المعلم قال هلأ ما في عطل ورح نساوي عملية. أي عطل؟ هذا يومك يا عمي، وأي عملية بقى؟ شو يعني أي عملية؟ شو عم يطلع على هديك الأشرطة على الفاضي؟ عمران قلي لشوف شو قال المعلم بالضبط. قال إنه خلي يجي ميماتي وعبد الحي وأنا معكم صرنا ثلاثة. وشو بده يضيف المعلم؟ ما واضح إنه عملية. رح حاول معك 10 دقايق بس. إذا كان طلع حدا أو انمسكته أو انكشفته ما بعرفك أبدا ولا الشباب اللي رح يساعدوك. ماشي اتفقنا. شكرا لك. روح انت يا محمود. مع مين رح نحارب هالمرة يا معلم؟ حارب شو يا ميماتي؟ لا تقول يا معلم. ما في حروب. كل شي ببلش من الجرائم مجهولة الفاعلين. مين بيقتل شخصيات بلدنا؟ شو هو دافعه؟ يا ترى ليش في اغتيالات؟ ليش بنقتل إيغور موموجي؟ ليش بيحاولوا يغتالوا أوزال؟ ليش بيتفجر بنك الـ HSBC؟ ليش بتتدهم المحاكم؟ وليش بينقتل هران دينغ؟ حبيت أعرف أسباب هالشي. مفهوم معلم مفهوم. بوقت نحن ظنينا أنه خلصنا من الإرهاب شفنا حالنا بموضوع مو معروف فيه الصديق من العدو، والمكان مليان بالفخاخ والكماين كمان. ليش من امتى كان الديب يخاف من الكمين؟ ان المشتبه به المقبوض عليه مأمون جوندوبدو لقد لوحظ انه حضر، والمشتبه الثاني أرجان قرا لوحظ انه لم يحضر. بدأنا بالمحاكمة المفتوحة وأجريت عملية تثبيت هوية المتهم المقبوض عليه. ما هو اسم والدك؟ أحمد.
أكيد رح يحكموا وأنا بقول هيك. شوي تاني وبتخلص المحاكمة، رح نطلعكم يا شباب وما رح نخليكم تصوموا. لو سمحنا نبدأ حسيرة. الأوامر هيك يا شباب، اطلعوا لبرا إذا بتريدوا. ساعدوا الصحفيين وطلعوهم لبرا. يا الله. دايما بيمنعونا من اخذ صور، اسمحوا لنا نصور المتهم وقت ركب بالسياره. يا انسي ما فيني، لا تحرجيني اكثر من هيك اذا بتريدي. على الاغلب هذا هو زلمتنا. براينا الادعاء قدم ناقصا من دون ما يثبت الفاعل الحقيقي. حسب الادعاء إن الشخص الموجود أمامكم هو من أطلق النار، ولكنه ليس سوى آلة. إن مهمة المحكمة توضيح الجريمة بكل تفاصيلها وإيجاد الحقيقة الملموسة، وبما أن الفاعلين الحقيقيين لن يتم التعرف عليهم في نهاية هذه المحاكمة، فمن الآن في تركيا سيكون هناك عمليات قتل أخرى غير معروفة الفاعلين للأسف. إننا نطلب من المحكمة العليا معاقبة المتهم ليس هذا فحسب، ومعاقبة من دفع المتهم إلى فعل ذلك. هل لديك شيء آخر تضيفه؟ يا سيدي، هل بإمكاني أن أسأل سؤالا سيدي؟ سيدي القاضي، ربما أن موكلتي لديها ما تضيفه. ما هو؟ أنت سمعت صوت بابا بحياتك؟ أو بحياتك كلها حكيت معه كلمة واحدة؟ اللي حكيت؟ أو تعرفت عليه؟ لا، بس ذكرت بمحضر التحقيق انه ابي كان بيستحق القتل، وانه بابا عدو المجتمع. هل يقتل الانسان ويحكم في آن واحد؟ معقول تساوي حقارة لهالدرجة؟ هذه قاعة المحكمة يا ابنتي، انتبهي لكلامك. آسفة، بس انا ماني شايفة غير هذا الوصف له. انسان بيقتل انسان تاني، لا وبيفتخر بجريمته. شو رح نقول لسا؟ انه الكذبة الكبرى هي قتل شخص اعزل؟ وبعدين بتقول انه انت اللي ساويته كان مشان الوطن؟ مشان الشعب؟ والتجديد؟ شو ساويت انت؟ مشان هذا الوطن؟ مشان اهلك وناسك؟ يعني برأيك انت هلأ منتصر؟ مزبوط كلامك، انا ما سويت شيء. لو قتلتك انت كمان كنت سويت احسن شيء. اخرس. يا أيامنا الصعبة عزيزي سلجوق، لازم نتساعد كلنا مع بعض. قانون هالدنيا هي المنافسة، بس لازم تخلص المنافسة لمكان ما. يعني إذا راح أخوك جافي أو راح الأخي فكرت، شو بنستفيد؟ أنا بتشكرك جدا يا أدري بيك، جيتك لهون لطف منك، بتعني لي شي كتير وبتهمني. أستغفر الله، هذا من لطفك وكرمك يا أخي علي. أخي أعطانا أوامر مشان نقدم كل شيء بنقدر عليه من مساعدة تجاه عائلة طروس. شكرا كتير إلكم. كان عنا شوية مشاكل تجارية كمان وقت ما كان أخي عايش. بجد موت الفجائي صعب علينا كل الشغل. معلوم كان بيحب يسلم شغله للشباب، مشان هيك بنت أخي هي مسؤولة عن أغلب الأعمال. بس هي صغيرة وغشيمة، وبس تكون كل هالصفات موجودة بالشخص بصراحة انتو مالكم ضربة. وضعنا ما بيشرح القلب. شوف، ان حبيت نتشارك، وان حبيت التسليم، واذا لزم قرض. لا تعتبر عائلة هزاربي غريبة عن عائلتك يا عزيزي سلجوق. بنتي رح تحكي مع الشباب وراح يساوي اللازم. مين هني؟ هذا احمد قدرت ومحمد فكرت، اخواته لهزار بيك اوغلو. مجموعة شركات ابناء هزار اوغلو؟ بالضبط.
عائلة السياحة والنسيج الوحيدين بمجال الغاز الطبيعي؟ تهريب أسلحة، مخدرات، بترول، تبييض أموال، عمليات تهريب البشر، ثروتهم التقريبية حسب التقارير الرسمية وغير رسمية 50 مليار دولار. رئيس العائلة سيد قدرات. انت استنى شوي لا يطلع المتهم. هودا خانو؟ نعم. أنت منيحة؟ أنا منيحة. خلينا نروح. منروح يا أنسة. السيارات الثانية وأنا رح كون معهم. بس يا سيدي نفس الأوامر. يلا شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ امشي أحسن ما بعرف إذا ليش ما اجت الشرطة العسكرية معنا؟ ليش نحن لحالنا؟ لا رح تقتلوني؟ والله السيدة محرزة. اعطيني هالكاميرا يا انسي. انت هون مش هددتني؟ اذا بتجاوبني على كل اسئلتي ما رح ساوي لك شيء. عم ساوي شي سيء، عم ساوي شغلي بس. ما حدا عم بيعارضك بعملك. معناها خليني روح. رح خليكي. بنصحك تهدي شوي. شوفي يا حلوة، انت ما شفتيني وانا ما شفتك، انت ما صورتي شيء وانا ما محيت، انت ما بتعرفيني وانا ما بعرفك. اتفقنا؟ ما قلتي لي اتفقنا؟ هذا اللي سويته حرام. طلعي فيني منيح. انت شايفة انه انا ممكن اعمل الحرام شيء؟
من مين أخذت أوامر القتل؟ قتلت عن قصد بإرادة منفردة باسم المجددين الوطنيين. من مين أخذت الأوامر؟ ما رح أتعاون معك. لك أنت ما بتعرف طريق المجمع وبتحكي باسم المجددين الوطنيين؟ رح يجي يوم تتحاسب على أفعالك أنت كمان يا صاحب الأوجه الكثيرة. رح أعيد لك. لا تحميهم، اطلع بعيوني وجاوبني على أسئلتي مثل الرجال. من مين أخذت الأوامر؟ امشي. أنا لهلأ ما فهمت ليش تركت الصحفية لك ميماتي. خليك مو فهمان شي شغلي شي مرة. طيب بس هالمخلوقة رح تحكي وتفشي سرنا. طالما ما عندها الصور خليها تحكي يلي بدها اياه. انت هلأ اطلع قدامك. انت كمان معك حق، بس في مكان في حرية رأي، في شي هيك بدون قيمة؟ فهمني شو بيصير إذا حكيت شي صحفية، وشو بيصير إذا حكى عمران؟ وفهمني ليش هربت حبيبة القاتل من التنظيم؟ كم دقيقة بقيت إياد؟ أقل من 5 دقايق. مو أول تاني إشارة منك، رح جيب الشاحنة وبعدين بإذن الله تنحل مشكل سيارات الشرطة. رح يحقق المعلم مراد مع هداك الحقير للصبح. عزاد خلينا نخلص هالشغلة بسلامة هلا. أرجان ليش ما أجى على المحكمة؟ رح يقتلوك ما هيك؟ رح يقتلوك بأقرب فرصة أنا بعرف. أرجان قبلك بالسجن ما؟ أكيد بيكون بعت لك خبر. أنت شهم وأنت بطل ورح يهربوك. رح تهرب لأوروبا ورح تلاقي حريتك هنيك، صح؟ ما رح تقدر تخليني أحكي. هلا خلينا من هالحكي، شو بدنا فيه؟ قل لي يا مأمون كيف ارتكبت هالحماقة؟ مو أرجان هو اللي أطلق النار بكل الأحوال؟ أكيد رح يلاقي طريقة ورح يطلع بالعفو العام. وأنت بما انك تقابلت معي هون انتهى امرك. ما رح يطلع عليك الضوء. نبه التانيين انه ينسوا اللي صار قبل شوي، رح يبقى كل شيء بيناتنا ماشي. حاضر سيدي. وين حبيبتك؟ أنا ما عندي حبيبة. طبعاً ما بيصير حب ضمن المنظمة. شو رح يصير وقتها بوعود التضحية والتخلي عن النفس؟ بس ما قدرت تقاوم سيلفي. أنت حبيتها ما؟ الحقيقة هي اللي أغرتك لتعمل هالشي، بس شو بدك تساوي؟ هذا القلب. هذا هو السبب بأنك حاولت تقوم بأعمال بطولية ما هيك؟ مشان تنقذ حياة سيلفي. وقلت للبنت رح يقتلونا نحن اثنين. أنا رح أقتل توروس وبعدها رح نهرب مع بعض لأوروبا. صح.
كذب. أرجان كشف الأمر. وقت اللي قال واحد خويف مثل حكايتك أنا رح أقتله، كشف الأمر. أرجان رح يسمح لسيلفي تعيش، بس ما رح يسمح لك. لأنه عقوبة خاين القضية هي الموت. البنت حامل ما؟ حرك عزاز. ماشي يا جاهزين معلمي مات. يلا يا اياد، ما بدي اخطاء. عبد الحي نحن جايين. اللي قدامنا خلينا نكملوا طريقهم. فيكم تمشوا. يلا امشي. الزلمة شي؟ شو بيعرف القاتل الماجوح حتى يحكي؟ بس وقع بيدنا بلا الطعم. شو عم تساوي هاي هون؟ مين ميماتي؟ صحفية. شو رأيك نلحقها هلا؟ ما في داعي، لأنه إذا ضغطنا عليها بدها تصير بلوى على رأسنا. سيد زهير، كيف وضعنا المالي؟ بعرف يا خانم انك ما بتحبي تسمعي هذا الحكي، بس الوضع سيء، وهي المرة أنا ما دخلني، يعني مو بيدي. وضعنا سيء. شو هو وضع القرض اللي عم نستناه من فرنسا؟ لساته. بظن إنه رح يعيدوا النظر بالشروط. خاصة إنه بعد وفاة والدك
النتيجة ما رح تكون منيحة. وديوننا اللي بجورجيا؟ طلبوا نأجلهم شوي تاني. ما منقدر نضغط عليهم؟ اتصلت مع المكتب القانوني بروسيا، قالوا ما بينصحونا بالضغط. ليش؟ الأعمال بالدول الغربية يا هدى خانم تمشي بالعلاقات المتبادلة مو بالقانون. وكأنه مختلف عنا. شو هي خطتكم الأولية؟ قدامنا ثلاث احتمالات، يا منبيعه وبنطلع من كل الأعمال، أو منلاقي شريك وبنرضى بحصة قليلة، يا أما أو شو؟ ركزوا بالتنصت منيح السجن يا حكمت، أكيد القاتل رح يحب يتصل له مع شي حدا من برا. حاضر. وليش لا يتصل باللي برا؟ رح يقول للي جوا باللي صار. رح يضطر إنه يخفي هذا الشي عن التنظيم يا عبد الحي، رأيي إنه خاف كتير. بمين رح يتصل معلم؟ هذا اللي بدنا نعرفه يا ميماتي.